ايه رأي حضراتكم افكركم شوية سريعا جدا ان مصر بتمتلك يقال جزيرة 50 كيلومتر مربع في اليونان، وان هذه الجزيرة محمد علي وهب المباني اللي عليها والاراضي الزراعية اللي فيها والميناء وحاجات كتير جدا جدا للاوقاف المصرية تديرها، وليها حجة، ليها حجج، ليها حجة موجودة، والمباني الاثرية اللي فيها. ويقال ايضا، مش يقال ده ثابت، ان القصر بتاع محمد علي هناك تحول الى فندق، وان عقد الايجار قعد او ما هو مكتوب ب50 سنة مع سيدة يونانية تمتلك فنادق كتير في المنطقة دي. ادي الجزيرة، احنا بدأنا نجيب الخرائط، انا عايز بقى اوريكم واخدكم في رحلة. ايه رأيكم؟ ادي الجزيرة وبنقرب عليها، ادي الشواطئ بتاعة هذه الجزيرة. الجزيرة دي عليها كذا مدينة، من ضمنها مدينة كافالا اللي فيها القصر بتاع محمد علي. ادي الصور الرائعة التي تدعو للسياحة في هذا المكان. خدوا بالكم، انا بفرج على حضراتكم على اجزاء من ممتلكاتكم اللي كان من المفترض ان بتديرها وزارة الاوقاف المصرية او هيئة الاوقاف، وبتكسب منها او من الريع بتاعها بتصرف، الى المفترض ان محمد علي اوقافها. اهلا بيكم في الافلام. ادي الكافيه اللي معمول ميوزيوم او متحف الكافيه، ادي تمثال محمد علي اللي موجود على الجزيرة، والناس دي بتحتفل بالراجل ده. الفندق اسمه امرت، مش امرت، مش بالاي، بالاي، وتقدروا تدخلوا على اليوتيوب وتتفرجوا، اتفرجوا على المعماري. وادي بيت اللي كانوا بيتكلموا فيه، وادي دخول البيت ومدخلين من الحرملك وجايبين السلاملك، وادي المباني التاريخية. ده جزء من فيلم تاريخي معمول، وادي صور محمد علي عن البيت ده القديم الاثري اللي من المفترض طبقا للعقود التأجيرية التي تمت مع السيدة اليونانية ان هي ترمم هذه الاثار المصرية على حسابها وتحافظ عليها، ولكن حتى الان لم يتم ذلك. قيل ان في لجان بدأت تتحرك لان السيدة جاهزة ان هي تبدأ ترمم هذا الكلام. انتوا بتتكلموا هنا بقى، ادي الفيلم اللي بيشرح الحرملك، وبيبدأ يقول بصوا هنا في ايه وبصوا كذا في ايه. انتوا بتتكلموا على حاجة مبنية من عشرات السنين وتمتلكها مصر في بلد اخرى. ادي بعض الاجزاء من هذا الفيلم بنعرضها على حضراتكم. حضرتك تعلم جيدا ان مش بس هناك موجود ده، ده انت عندك في التقرير بتاعك احنا نمتلك ايه في الجزيرة دي، مش كده؟ ايوه. طب ما ايه رأيك واحنا بنتفرج على الفيلم كده نبدأ نقرأ للناس، نقرأ بعض املاكنا في هذه الجزيرة، ايه رأيك؟ علشان فضل. الناس تعرف. اتفضل. انا شفت طبعا، هنخش بعد كده في النشاطات، انا بدور ده من كتر انا كنت اخد ماسك قلم وورقة علشان قدر الامكان تلخص الخص، فكنت ماسك قلم، عارف القلم الملون؟ أيوة. عشان اعلم على الحاجات المهمة. ايوه. انا ما قدرتش احط خط واحد لان كل سطر في التقرير ده مهم. ربنا يخليك. وانا بستأذن حضرتك. اتفضل. ان انا ابعت نسخة منه للمهندس ابراهيم محلب. تحت امرك، علما بان النسخة اللي هتروح دي ملخص الملخص. ما هو من المفترض ان المهندس ابراهيم محلب اكيد هيقولوا له الحق في ملف اتفتح بتاع الاوقاف، وانا مفترض ان هو يقوم بالاتصال بيك، اللجنه دي تكلم حضرتك علشان تشوف ايه الحكايه. وصلنا انا عندي للاملاك، انا عندي نقرا مع بعض كده. لما انا بدور فيها وانا عارف ان انا قريتها. نشاطات الهيئه خارج مصر. ايوه، نشاطات الهيئه خارج مصر. ايوه. ايه راي حضراتكم انتوا وانتوا بتتفرجوا كده؟ يا ريت زملائنا بقى، ده الجزء الاثري اهو، ده الجزء الاثري اللي هو متحف المتحفي اللي الناس عامله عنه افلام على اليوتيوب، وانا عايز بقى نبدا نعرض صور من الفندق نفسه واحنا بنتكلم مع ضيفنا. اتفضلوا. ادي الفندق بتاع محمد علي، ادي فندق امرت، ادي قصر محمد علي اللي انتوا تمتلكوه، ادي الدعايه ليه اللي بيبيعوه بمبالغ خرافيه واللي متأجر لمده 50 سنه بعائد
قليل جدا لو قارنتوه باقل فندق هنا في القاهره. اتفرجوا على املاك مصر اللي كانت بتديرها وزاره الاوقاف، اتفرجوا الناس عامله بيها ايه وبتبيعها بكام. ادي المطاعم، شوفوا السقف العالي، شوفوا الاوض، شوفوا ده تاريخ، دي قصور، ده قصر مبني. انتوا بتتكلموا على حاجه شبه قصر الماريوت القديم وموجوده اهو. اتفضلوا ادي الصور والقباب بقى وشغل الموزاييك القديم والشغل النحاس. جزيره نشاطات الهيئه خارج مصر في التقرير اللي قدامي، اوقف محمد علي باشا الاعيان التاليه، وانا بقرا لحضراتكم من التقرير اللي قدامي. جميع جزيره تاسوس، او هي ليها كذا لفظ على فكره لان باليوناني صعب جدا. جميع جزيرة تاسوس التابعة لليونان ومساحتها 50 كيلومتر مربع، بالحجة الصادرة من الديوان العالي بمصر في 25 جماد الآخر 1228 هجرية، مكتب تحفيظ قرآن كريم بالقرب من المدرسة، والكتب خانة اللي أنشأهم محمد علي في قولة بالحجة الصادرة من دار السلطنة العليا بالأستانة بتاريخ كذا كذا. مدينة قولة هي إحدى مدن الجزيرة. أيوة. الجزيرة دي عليها 4 مدن وعليها ميناء. وهتبصوا تلاقوا في التقارير التاريخية اللي أنا تابعتها عن الجزيرة، الميناء اللي مبني فيها مبني عشان تجارة التبغ والتحكم في تجارة التبغ في البحر الأبيض المتوسط، دي عقلية محمد علي.